من التصريحات الهامة جدا تصريحات الرئيس خلال هذا اللقاء عن موقف المصري تجاه مسد النهضة في هذا التوقيت، كانت تصريحات واضحة وصريحة ومتعلقة بموقف مصر الشرعي الثابت خلال هذه المرحلة، رأي حضرتك كيف؟ أنا بشوف الحقيقة أيضا يعني كان الطرح المصري مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الحقيقة بما اعتدناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وضوح كامل في الرؤية، وضوح ومباشرة في وضع ثوابت الدولة المصرية وحقوقها العادلة في تأمين أمنها المائي، وده الحقيقة اللي جعل ربما الجانب الأمريكي يتبنى حتى المصطلح المصري وهو تأمين الأمن المائي أو الحفاظ على الأمن المائي المصري وتعهد أمريكي في المقابل، بعد أن بدت الرؤية المصرية ويتحدث بشكل عادل وبشكل في تكامل هو الآخر في احترام لكل المواثيق والعهود الدولية والقوانين الدولية اللي بتنص على شكل من أشكال إدارة الموارد الطبيعية في منطقة لمصر حقوق تاريخية ثابتة فيها ولا تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهذه الحقوق. تقدير ردود الأفعال المصرية الحقيقة طوال 10 سنوات ماضية ردود أفعال رصينة ومحترمة لدولة كبيرة، مصر كانت مدركة أن هي لابد أن تكون سياستها بهذا القدر الكبير من التعقل، رغم أن كان في أصوات كتيرة في الداخل وفي الخارج ربما يعني ليها ملمح من التحريض على ارتكاب أو الدخول في مهاترات مصر بعيدة عنها، لا بتستخدم مثل هذه الأداءات في ملفات أخرى ولا في ملف مهم زي ملف سد النهضة. بعد طرح الورقة التونسية في مجلس الأمن وخروج التقرير الأخير من مجلس الأمن بشكل أو بآخر يا فندم، المجلس الأمن رمى كرة في ملعب الاتحاد الإفريقي بعد أو مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة لو جاز التعبير يعني بهذا الشكل، هل هو موقف مماثل برأيك؟ لا، هو يجوز التعبير اللي حضرتك بتستخدميه، وفعلا الولايات المتحدة الأمريكية بتنفذ استراتيجية جديدة في المنطقة أو لديها منهج عمل مختلف عما كان عليه الأمر في العقود السابقة، لكن أن تشهد الزيارة انفتاح أمريكي الحقيقة على الرؤية المصرية فيما يخص سد النهضة، التأكيد على أن تكون الأطراف جميعها مصر والطرفين الآخرين كل من السودان وأثيوبيا على نفس القدر من الالتزام بسقف زمني بوصول إلى تأمين حقوق كل الأطراف، دعم الوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة، يعني الحقيقة ده نوع من أنواع استدعاء التأييد الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية لازالت حتى هذه اللحظة هي الدولة الأولى على المستوى الدولي، وتتمتع أيضا على جانب آخر بنفوذ كبير على الجانب الإثيوبي، أن يكون موقفها بهذه الصراحة وبهذا الوضوح والتعهد ببذل كل الجهود من أجل ضمان التأمين أمن مصر المائي، ده أمر أعتقد أنه هو كان من النقاط الإيجابية جدا اللي خرجت من زيارة مستشار الأمن القومي للقائه بالرئيس المصري. لو تسمح سيادة العميد، هل يمكن ربط هذا الملف ملف سد النهضة بافتتاح الرئيس لأكبر محطات تحلية مياه في العالم؟ هل هي رسائل ضمنية وتحديدا فيما يتعلق بتنمية سيناء واستصلاح 500,000 فدان هناك، مما يعني عملية تسكين عريقة وعظيمة في هذه المنطقة، وتحديدا فيما يتعلق بالمياه كمان وتحلية هذه المراكز، هل دي رسائل متعلقة بوجود المياه في مصر؟ ما فيش شك، يعني ما فيش شك في دوت الحقيقة، ومش بس بربطها بالحدث الأكبر والأضخم ومحطة بحر البقر والمشروع العملاق الحقيقة اللي بتشهده سينا اللي يحتاج لكثير من الوقت الحديث عنه، لكن هو أمر يفخر به كل مصري في جانب منه، لكن رسائله الخارجية الحقيقة مش واقفة، أو رسائل مصر الخارجية مش واقفة عند ده، لا احنا شغالين في هذه الرسائل الحقيقة لكل الأطراف، للجانب الإثيوبي وللمجتمع الدولي كله، بقالنا
ما يزيد عن 5 سنوات من دلوقتي، ان مصر في مرحله بناء شامل، ان مصر عندها رؤيه طموحه لشعبها ولوضعها في على مختلف الاصعده، بتبني مصر جديده وبتبني جمهوريه جديده. هذا الامر له متطلبات، وهكذا تدافع مصر عن حقوقها، متطلبات توفير المياه وتوفير الغذاء والوصول الى مرحله الاكتفاء، وإن مصر بتسلك كل السبل، وإن هي بتستخدم كل قطرة من حصصها المائية بهذا الشكل المتطور، وبتستخدم كل وآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا من أجل العمل على الاستفادة القصوى والمثلى من هذه الحصص المائية، وإن المياه أيضا هي موجهة لخدمة المواطن المصري وخدمة مشروعاته وفتح أفاق للتشغيل وللتنمية وللغذاء ولتأمين الغذاء، كلها الحقيقة يعني قضايا يحترمها العالم، ويحترمها العالم بشكل كبير جدا عندما يجد ان يعني القيادة السياسية المصرية والنظام السياسي المصري، الدولة لها قدرة اعتقد كمان يا فندم، ان الدولة بتشتغل ومكرسة كل امكانياتها المادية والاقتصادية وكل منهج عمل وزارتها المختلفة في هذا السياق، انها دولة بتبني، دولة عندها متطلبات، دولة بتطور الحياة لشعبها. دي أمور وقضايا وأهداف الحقيقة بتحظى باحترام وتقدير، ولذلك عندما تطرح مصر رؤيتها أو تدافع عن حقوقها الحقيقة بتجد أذان صاغية وتجد تقدير واحترام من الآخرين. الآخرين بينظروا لنا بالمناسبة وبيتابعوا كل ما يجري في مصر يوم بيوم، بيتابعوا حركات الرئيس المصري بيتحرك في أي اتجاهات، فين هي خطة الحكومة ماشية في أي مجال، الحكومة بتمول مشروعات بمليارات الجنيهات في أي سياق، وهنا تقدر تقرأ توجهات الدولة المصرية ومتطلبات الشعب المصري وطموحاته، وعلى ضوء ذلك بتبتدي تبني مواقفها. ولذلك كان مستشار الأمن القومي الأمريكي بالعودة للزيارة الحقيقة متفهم تماما للرؤية المصرية، بيعززها بيؤكدها، سعى إلى أن يخرج البيان الرئاسي من مجلس الأمن في هذا الإطار. اسمح لي يا فندم أتطرق إلى شخصية مستشار الأمن القومي الأمريكي، يعني بالقراءة عن جيك سوليفان هو ينتمي طبعا للتيار الديمقراطي، كان يعمل في فريق عمل هيلاري كلينتون حين تولت حقيبة الخارجية، يقال أنه لم يفارقها يعني في هذه صحيح. المرحلة بشكل كبير، كان متفائل بالتدخل العسكري في المنطقة في وقت، يقال أن لديه بعض الأفكار المتطرفة فيما يتعلق بإدارة بعض الدول. هل هذا يمكن أن ينعكس على شكل التعامل مع المنطقة؟ يعني الحقيقة دي إشارة ذكية من حضرتك، لأن النظر لشخصية هذا المستشار الحقيقة يعني الحقيقة مفارقة، بتعكس المتغيرات اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية واللي بدأنا بيها حديثنا، ولذلك أكدت إن في تغيير في الاستراتيجيات وفي تغيير في المفاهيم. الشخص ده كان من صقور الديمقراطيين بالمناسبة، وفعلا ان هو لصيق الصلة بهيلاري كلينتون بكل ما تحمله هذه الشخصية وهذه السياسة اللي كانت بتديرها في وقت من الزمن، اللي كانت متقاطعة بشكل كبير جدا معانا ومع الرؤية المصرية ومع رؤية حتى الرأي العام المصري. الأمر ده حدث عليه تغيير، يعني هذه الشريحة الديمقراطية المتطرفة الحقيقة أصبحت أكثر اقترابا من الرؤية المصرية واحترام للرؤية المصرية. ما بنقول مصر اشتغلت، واشتغلت على الأرض، واشتغلت في المفاهيم، واشتغلت في طرح القضايا طوال السنوات الماضية، الحقيقة الشغل دوت لم يذهب هباء على مستوى التأثير في تغيير أفكار ورؤى هذه الشريحة. وبالمناسبة أنا بصف الإشارة دي بالذكاء ليه من حضرتك، إنها دي الشريحة الأغلب دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية، ده الجيل الجديد اللي طالع اللي كانوا مساعدين لهيلاري كلينتون النهاردة بيتولوا المناصب القيادية، دي شريحة جيلية وشريحة سياسيين جديدة النهاردة هي اللي بتدير السياسة الأمريكية وبترسم ملامحها وبتضع أشكال تدخلها وسيناريوهات تأييدها. النهاردة ما شخصية بهذه المواصفات تكون موجودة أمام الرئيس المصري وتثني على كامل الرؤية المصرية وكونت كل تصريحاتها في اتجاه تأييد الموقف المصري، أعتقد ده يؤشر إلى حجم التغير الكبير جدا اللي قدرت مصر إنها تعمله على مستوى السياسات ورسمها في الولايات المتحدة الأمريكية.